الآخرة. تم تصنيف هذه التظاهرة الثقافية ضمن التراث العالمي اللامادي للإنسانية من طرف منظمة اليونسكو بعنوان طقوس ومراسيم السبيبة في واحة جانت. وقد أدرجت طقوس السبيبة وما يرافقها من عادات وتقاليد مرتبطة بها كحدث تاريخي يترافق مع إبراز قيمة الأزياء والأسلحة التقليدية للطوارئ والحلي والآلات الموسيقية وغيرها من مكنونات جنوبنا العزيز والكبير. في إطار جهود الدولة للمحافظة على الحرف والتقاليد العتيقة والعريقة التي ترمز للجزائر وثقافتها وهويتها وتاريخها كونها دليلاً لهويتنا وحاملاً للذاكرة والعادات والتقاليد، وتحقيقاً لرؤية السيد الرئيس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وحرصه على العمق الإفريقي لوطننا الجزائر. هذا اليوم هو فرصة لفتح آفاق واعدة لكل الفنانين وللحرفيين الحاضرون معنا الآن، بالإضافة إلى الدور المنوط بهم في تقديم وإبراز مختلف منتجات الصناعة التقليدية والحرف اليدوية الخاصة بالمنطقة. في إطار هذا المهرجان راح طبعا سنقوم باستعراض مختلف الفرق المشاركة المحلي، وتختلف هذه الطبعة تاع العام هذا بنشاطات مختلفة المتعلقة بالقضية الفلسطينية طبعا، لأن تقريبا وزارة الثقافة أشارت السنة العام هذا إلى ضرورة إجبارية مرافقة الأنشطة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.